السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة طريقة عمل القطايف. العجينة بتاعتها عندنا كوباية ونص دقيق، معلقة خميرة، معلقة سكر، معلقة ملح، كوباية مية فترة. هنعجن الأول العجينة بتاعتها ونسيبها تخمر ونرجع لكم تاني. نحط الأول المكونات دي كده، ودي كوباية مية فترة هنحطها كلها كده ونقلبها. ميه تاني عشان نعمل العجينة، نكتل كده ونقلب تاني برضو. كده احنا قلبناها، هنزود بقى طبعا معلقة لبن بودر كده، لبن بودر، وهنحط رشة بيكنج بودر صغيرة ونقلبهم كويس كده كده. كوباية دقيق عليها كوباية مية، كوباية ونص دقيق يبقى كوباية ونص مية، مع معلقة الخميرة ومعلقة السكر ومعلقة الملح ومعلقة لبن بودر ورشة بيكنج بودر، رشة صغيرة قوي. خلاص كده احنا خبطنا المكونات مع بعض. هنسيبها بقى تخمر. على ما تخمر هنعمل احنا نضرب الكريمة دي مع بعض، الحشوة، نجهز حشوة القطايف على ما العجينة تخمر. طبعا انا حطيت كيسين من الكريمة، هنحط عليها حوالي كوب لبن، بس لازم يكون بارد، كان في التلاجة. نضربهم بقى كويس كده وارجع لكم تاني كده. ضربت الكريمة مع لبن بودر مع فانيليا، هو مع سكر بودر برضو، ده هيبقى صوص بتاعها بدل الشربات، اسفة. هنا ضربت لوز مع جوز الهند، وهنا التمر اللي هو الحشو. تعالوا مع بعض نشوف العجينة ورجعنا لكم تاني كده. هي دي شكل القطايف بتاعتنا، العجينة هي شايفين ما عاملة ازاي كده، خمرت. طبعا احنا هندور على اي حاجة ليها جوز زي ده كده. طبعا انا هحط انا بقى شفشق الخلاط، شايفين القوام بتاعها اهو بيقطع كده، نحطها كلها في الخلاط. جهزنا الطاسه التيفال طبعا بدون سمنه او زيت، تسخن بس شويه وبعد كده نقول لكم هنحطها ازاي القطايف. كده الطاسه سخنت شويه اهي، هنجيب بقى الدورق ونعرفكم ازاي هنحط البراد، بس بالحجم اللي احنا بنشتريه من السوق كده اهي. نعمل واحدة كمان هنا، طبعا لو لزقوا مع بعض عادي مفيش مشكلة خالص. لو لزقوا مع بعض خلي بالك احنا بنفكها عادي مفيش مشكلة. شايفين بتعمل ايه؟ انا مهدية عليها النار اهي، شكلها بقى جميل، تستوي. لازم تبقى على نار هادية علشان ما تلسعش معاكي من تحت ويبقى لونها غامق، لا احنا عايزين لون الذهبي. وطول ما هي بتعمل فقاقيع كده بالشكل ده يبقى هي بتستوي، بتاخد اللون اللي احنا عايزينه اهي. اتحرك اهي، طبعا كده انا طلعتها اهي، شايفين لونها اهي. طبعا انا بحطها على حاجة قماش عندك كده علشان ما تلزقش وعشان تاخد راحتها في التبريد، وتغطي عليها كده لحد ما نخلص الكمية كلها. انا حطيت هنا في الطاسة ثلاثة برضو، نكمل سواها دي، نعرفنا ازاي بنعملها، نخلص الكمية اللي عندنا ونرجع لكم تاني. الله، على شكلها جميلة جدا. بصوا انا حطها طبعا على قميص قماش عندي كده، فردتها جنب بعض علشان خاطر لما هي سخنه ما تلزقش. بصوا عامله ازاي، لونها جميل اهي وطريه. بصوا اهي اهي، جميله جدا.
تقدري بقى انتي تشكليها زي ما انتي عايزه. عايزه تعمليها كده تبصوا هي ما تتقطعش وجميله وطريه. الخطوه الثانيه دلوقتي بقى اللي احنا هنعملها اللي هي مرحله الحشو، وان احنا نقليها في الزيت. طبعا في ناس بتقليها في الزيت، يعني بتعملها مثلا زي نص واحده كده تقليها في الزيت وبعد كده تحشيها، وفي ناس بتحشيها كلها على بعضها تقفلها. تعالوا مع بعض نشوف احنا هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين الكميه دي احنا عملناها حشوه داخليه، يعني ايه؟ يعني حطينا التمر جوه وشفتوا طريه ازاي وقفلتها بالشكل ده. اما الجزء التاني ده بقى هنعملها ايه؟ قطايف اللي هي المفتوحه. كده انا عملتها مره مقفوله اهي بالتمر ومره مفتوحه زي ما انتوا شايفين كده، يعني نص ايه دايره اهي. دي هتتحمر في الزيت ودي هتتحمر في الزيت، وبعد كده نوريكم الشكل النهائي ليها. حطينا الزيت على النار، طبعا الزيت سخن قوي، وحطينا القطايف. لازم الزيت يسخن عشان تطلع مقرمشه حلوه. كده قلبتها على الوش التاني. كده انا طلعتها اهي، شوفوا مقرمشه وجميله ازاي. حطيت بقى الوردات اهي اللي هنحطها تستوي ونقلبها على الوش التاني. كده انا طلعتهم من الزيت وجينا بقى على المرحله الاخيره. طبعا انا حطيت الطبق لوحده اللي هو القطايف المقفوله والقطايف الوردات اللي احنا لسه هنكمل لها مرحله تانية، حطيتها في طبق لوحده. طبعا دي هنسقيها عادي بالشربات جدا اهو. انا كنت طبعا بعمل شربات واخزنه، هنسقيه كده. طبعا الشربات بارد والقطايف سخنه. ما بحبش اكتر الشربات لان هي فيها تمر، وكمان ما بحبش اكتر الشربات عشان تبقى مقرمشه، تفضل مقرمشه وناشفه وحلوه، والحاجه المسكره دايما قوي قوي بتبقى وحشه. نيجي على القطايف التانية دي بقى. دي هنحط هنا الكريمه اللي احنا ضربناها دي، حطيناها في الثلاجه بردت، هنحطها كده عليها، وبعد كده نحطها في اللوز اللي احنا ضربناه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. كده جبت معلقه وحطيت فيها قطعة من الكريم شانتيه اللي احنا عملناها اهو، هنحطها في اللوز كده شايفين، ونرجعها تاني. دي برضو حطيت معلقة منها هنحطها في اللوز كده. طبعا اللوز او فستق او اي حاجة انت عايزاها حسب المتوفر عندك. طبعا كده هنكمل بقى طبق ونرجع لكم. بالشكل ده